السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع درس مهم جدا لسنة تالتة اعدادي، وهو اسلوب المدح والذم. يعني ايه اسلوب المدح والذم؟ يعني اسلوب لما اكون بمدح حد يعني بقول عنه كلام كويس، واكون بذم حد يعني بقول عنه كلام مش كويس، تمام؟ فاحنا المدح والذم ده اساليب، في اسلوب للمدح وفي اسلوب للايه؟ للذم. تعالوا نشوف الاسلوب ده بيتكون من ايه، ونعرف هو بيدهولنا اصلا ليه. اول حاجه هنمسك اسلوب المدح. اول حاجه اسلوب المدح، هما الاتنين زي بعض بالظبط، ولكن بتختلف فقط الافعال. اسلوب المدح، وهنا هناخد اسلوب الذم. اسلوب الذم، اسلوب المدح ليه فعلين، اسلوب المدح ليه فعلين اللي هو نعمة وحبة. يعني ايه نعمة وحبة؟ هنعرف الوقت كل حاجة. واسلوب الذم لفعلين اللي هو بئس، قصاد نعمة بئس، وقصاد حبة لا حبة. ايه ده حبة ولا حبة ونعمة؟ يعني مثلا لما اجي اتكلم على رجل معين شفت فيه صفة حلوة قوي، ورحت قايله ايه؟ نعم الرجل الصادق، نعم الرجل الصادق، يعني احلى احسن حاجه في الرجل ده الصدق، ان هو صادق، الصفه الصدق يعني، تمام. وممكن اقول حبذا، حبذا الصادق، حبذا الصادق، هي هياها حبه دي، بس حبه الفاعل بتاعها اجازه، ما جاش فاعل قدامي، تمام. وقلت الفاعل اجى زي ما ذكرتش اسمي يعني، انما نعمه اجى الفاعل بتاعها ايه، ليه انواع كتير وهنعرفها دلوقتي. فركزوا معايا، اول حاجه عندي نعمه وحبه، دي افعال المدح، اسلوب افعال المدح، دول افعال المدح. طب الاسلوب بيتكون من ايه؟ بصوا بقى الاسلوب بيتكون من ايه، من فعل. اما اعرفكم ان دي افعال برضو عشان ايه تبقوا مركزين، افعال المدح ودي افعال الايه، الذم، عشان تبقوا ايه اخدين بالكم ومركزين معايا، افعال الذم. طيب الاسلوب، الاسلوب طبعا لازم يكون من كذا حاجه، اول حاجه فعل زائد فاعل، طالما في فعل في اي مكان لازم يكون معاه ايه فاعل، وطبعا فعل هيكون فعل مدح طالما هو اسلوب مدح، والذم هيكون فعل ذم طالما هو اسلوب ايه ذم، زائد مخصوص المدح، مخصوص الايه المدح، يعني الشيء اللي انت بتمدحه، تمام كده. نفس بالظبط اسلوب الذم، فعل زائد فاعل زائد مخصوص الذم، هنا بقى مخصوص الذم لان ده اسلوب ايه ذم. طيب برضو مانيش فاهم اي حاجه من اللي انت عماله تقوليها. انا عملت هنا ان الافعال نعمه وحبه، انا هاخد الاول نعمه، ركزوا بقى معايا على نعمه، ليه؟ لان في فرق ما بين نعمه وحبذا في الافعال، ماشي. انا هاخد الفعل نعمه، اهو ادي نعمه، هحط لها فاعل، فاعل ده اي فاعل، مثلا خلاها الرجل، نعم الرجل، زائد مخصوص الذم اللي مخصوص المدح اللي هو الصادق، تمام كده، نعم الرجل الصادق. بقى انا هنا الاسلوب اتكون من نعمة والرجل والصادق. نعمة دي بنعربها بنقول فاعل، انا هزود لكم كلمة مدح، انا بقولش فعل مدح بس انا هزود لكم كلمة مدح عشان تعرفوا ان هي فعل ايه، مدح يعني، تمام. انا هزود كلمة مدح تحت، فعل مدح ماضي جامد مبني على الفتح، هي دايما بتيجي ماضية ما بتتغيرش، ما ينفعش يجي منها فعل مضارع ولا ينفع يجي منها فعل امر، هي نعمة فعل جامد، فاكرين ليس كده واخواتها في كان واخواتها، قلت لكم فعل جامد يعني ما بيجيش منه للفعل الماضي، هي نعمه كده وبئس، برضه نعمه وبئس الاثنين الفعلين جامدين ما بيتصرفوش يعني ما بيجيش منهم الفعل المضارع، يبقى فعل ماضي جامد مبني على الفتح، ده نعمه. طب الرجل، طبعا الرجل فاعل، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب الصادق ده بقى اعرابها ايه؟ هعرب اقول مخصوص المدح
لا طبعا مفيش حاجه في الاعراب في الدنيا اسمها مخصوص المدح، هي وظيفته هنا ان هو مخصوص المدح، ولكن اعرابه مش مخصوص مدح. امال اعرابه ايه؟ قال لي بقى ركزوا لي في النقطه دي كويس قوي، دي من الحاجات اللي انا عايزاكم تركزوا فيها. الاعراب بتاعه ما بعربه ليه طريقتين في الاعراب، وانا حره ولو عربتها بالطريقتين انا اعرابي صح، لو عربتها بالطريقتين انا اعرابي صح. ايه هي الطريقه الاولى؟ بصوا معايا، واحد هعرب اقول مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يعني ايه مبتدأ مؤخر؟ يعني كاني بالظبط قلت الصادق نعم الرجل، الصادق مبتدأ مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ونعمه فعل ماضي، والرجل فاعل، والجمله الفعليه في محل رفع خبر الايه؟ المبتدأ. كان الجمله كده، يعني انا هقدر ان الجمله هكتبها لكم تحت هنا اهو، هعتبر ان الجمله الصادق نعم الرجل. فايه المبتدا ده اجى هنا متاخر، بقت نعم الرجل الايه الصادق، فبقت مبتدا مؤخر. ده اول اعراب وصح، ولو كتبته في الامتحان خدت الدرجه بتاعتي. طيب في حاجه تانية، في طريقه اعراب تانية. اتنين، خبر، ركزوا بقى معايا، خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. يعني ايه خبر لمبتدأ محذوف؟ يعني هعتبر الجملة ده بنفس الطريقة دي، هعتبر ان الجملة نعم الرجل هو الصادق، هعتبر ان الجملة كده. فنعم الرجل ده فعل وفاعل، واروح قايله هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والصادق خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة. تمام كده، يبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، خبر لمبتدأ محذوف تقديره ايه هو. يبقى تعالوا نقول تاني، كلمة الصادق اللي هو مخصوص المدح لما باجي اعربه بعربه واقول عليه ايه؟ قال لي ليك خيار انك تعربه على طريقتين، والطريقتين دول هيتحسبوا لك صح في الامتحان. طب ايه هما الطريقتين دول؟ تعالى لما اقول لك. اول حاجة هنعتبر ان الجملة كانت الصادق نعم الرجل، فالصادق دي المفروض مبتدأ ولكن اخرناه فخلانا الجملة نعم الرجل الصادق، فالصادق هنا هتتعرب مبتدأ، فالصادق هنا تتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة، مبتدأ مؤخر لازم اكتب جنبها مؤخر. وطبعا نعم الرجل هتبقى جملة فعلية في محل رفع خبر ايه مقدم. تمام كده، تمام كده. طب في اعراب تاني، لو ما عجبكش الاعراب ده اعرب الاعراب التاني اللي هو الصادق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والتقدير عندي نعم الرجل هو الايه الصادق. تمام كده، تمام كده. تعالوا نعمل في بئس او فعل الذم، هتلاقوا نفس الحكاية بتاعتي بس بئس ما هنمسكش الوقت لها حبة وحبة، دول لسه هنقولهم الوقت. احنا الوقت بنقول في نعمة، تمام، وبنقول في بئس. بئس شبه نعمة بالظبط بالظبط، وهجيب جملة شبهها بالظبط عشان يكون فيها نفس الكلام. هقول بئس ده الفعل الذم، الرجل الفاعل، الكاذب نفس الجملة بس بذم الكذب في الرجل. بئس الرجل يعني أوحش حد من الرجال هو مين؟ الكاذب. تمام كده يا ولاد، يبقى أوحش حد من الرجالة الكاذب. أنا هنا بذم صفة مين؟ الكاذب، وهنا بذم صفة مين؟ الصدق. تمام كده يا ولاد، يبقى ده اسمه مخصوص الذم وده اسمه مخصوص المدح. الاعراب زي ده بالظبط، بئس نفس اعراب نعمه، فعل ماضي جامد مبني على الفتح. الرجل نفس اعراب الرجل، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الكاذب زي اعراب الصادق، لها وجهين، لها وجهين في الاعراب. ايه هما الوجهين في الاعراب؟ هكتبهم هنا تاني للتاكيد اهو. اول وجه مبتدا مؤخر وبينت لكم ليه، وتاني وجه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ ايه
محذوف. تقديره بقى بيرجع للكلمة اللي قبله، تقديره بقى يا إما هو يا إما هي يا إما على حسب الكلمة اللي قبله. يبقى يا إما إعرابه مبتدأ محذوف يا إما خبر لمبتدأ إيه محذوف. ده اللي هو بئس، ده مخصوص المدح بتاع نعمة وبئس. طب الفاعل، هو الفاعل بيجي إيه؟ الفاعل بتاعها يجي دايما كلمة معرفة بقال زي اللي انت شايفينها دي؟ قال لي لا، الفاعل ليه أربع أنواع. الفاعل بتاع بئس ونعمة أربع أنواع، الفاعل بتاعهم أربع إيه؟ أنواع، غير حبة خالص. أنا لسه ما اتكلمتش في حبة ولا حبة، خلوا بالكم أنا بتكلم بس على نعمة وإيه؟ وبئس، كأن حبة ولا حبة دول مش موجودين، كل اللي بتكلم فيه الوقت نعمة وبئس. قلنا المخصوص المدح بتاعها بيتعرف بالطريقتين دول، والفاعل ليه أربع أنواع. طب إيه هم الأربع أنواع بتوع الفاعل؟ تعالوا نعملهم هنا، لأن هو نفس الفاعل بتاع نعمة هو الفاعل بتاع إيه؟ بئس. الفاعل بتاع نعمة وبئسة ليه أربع أنواع. أول حاجة، أول نوع إنه يكون معرف بال، زي ما أنتوا شايفين بالضبط كده، الرجل، الصادق، الأمين، التلميذ، التلميذة، البنت، الولد. تيجي أي كلمة معرفة بألف وإيه ولام، ده أول نوع. طب تاني نوع، قال لي تاني نوع ممكن يجي ضمير مستتر، ممكن يجي ايه؟ ضمير مستتر. تقديره ممكن يجي ضمير مستتر، والتقدير او التفسير بتاعه اللي بيفسره تمييز منصوب بيجي بعده. يبقى ساعة ما اشوف نعمة وبعدها تمييز منصوب اعرف على طول ان الفعل هنا ضمير مستتر، تقديره ايه هو او هي او على حسب الكلمة. زي ما اقول بالظبط كده نعمة، تعالوا نقولها هنا كده في الحتة دي كده، نعمة خلقا الصدق، نعمة خلقا الصدق. فين الفاعل؟ خلقا ده تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والصدق اللي هو مخصوص الذم اللي بعربه يا إما مبتدأ ل مبتدأ لفاعل خب مبتدأ مؤخر اللي هو بعرب مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الضمه، او خبر لمبتدا محذوف. تمام، ده مخصوص الذم وده تمييز، وده الفاعل. فين الفاعل بتاعه؟ الفاعل ضمير مستتر، نعمه هو خلقا الصدق، ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو عائد على كلمه الصدق. طب ايه اللي بيعرفني ان الفاعل ضمير مستتر؟ كلمه خلقا، كلمه خلقا ده تمييز منصوب، يبقى بيقول لي تمييز هنا منصوب، بيقول لي ضمير مستتر يفسره، ركزوا معايا في دي، يفسره تمييز نكرة منصوب، يفسره تمييز نكرة ايه منصوب. ده اللي بيفسره، بيفسر لي الفاعل هنا ايه. تمام، نعم خلقا الايه الصدق، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تمام يا ولاد، تمام. ثالث نوع من انواع، ثالث نوع من انواع الفاعل، احنا قلنا معرف بقال المفروض كنا قلنا بعده على طول مضاف الى معرف بقال، يعني مضاف الى اسمه، هي الى اسمه معرف بقال، يعني يا اما يكون الكلمه نفسها معرفه بقال زي الرجل، او مضافه الى كلمه معرفه بقال. زي ايه؟ اديني كده مثال عشان تفهميني. هديك مثال عشان افهمك، هقول لك مثلا بئس، بئس عمل، بئس عمل المرء الخيانة، بئس عمل المرء الخيانة. يعني بئس طبعا ده فعل ذم، بذم العمل اللي بيعمله الانسان، المرء يعني الانسان. بئس عمل المرء الخيانة، هنا الفاعل عمل، بئس عمله، يبقى بئس فعل ماضي مبني على الفتح، عمله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المرء مضاف إليه، يبقى الفاعل هنا مضاف، يبقى الفاعل هنا مضاف، وإجا بعده كلمة معرفة بقال مضافة إليه، والخيانة اللي هي مخصوص المدح والإيه مخصوص الذم، يعني هي هنا ذم فهي مخصوص الإيه
الزم. يبقى الفعل عندي انا قلت 3 انواع من الفعل، يا اما معرف بقال، يا اما مضاف الى معرف بقال، يعني كلمه مضافه اليه هي كلمه نكره وبعدها يعني كلمه معرفه بالالف واللام، او ضمير مستتر، وقلنا اللي بيعرف الضمير المستتر التمييز اللي بيجي بعده. طب النوع الرابع ايه؟ قال لي يا اما من الموصوله، يا اما ما الموصوله، يا اما من الموصوله، يا اما ما الموصوله. تالت واحده ارجو ان هي تكون واضحه على السبوره. رابع حاجة أن يكون ما أو من الموصولة، يا إما ما موصولة يا إما من موصولة. طب اديني مثال يعني إيه الفاعل يكون ما أو من. لما أقول بئس ما يعمل المرء الكذب، بئس ما يعمل المرء الكذب، بئس ما، بئس هنا الفعل بتاعها ايه؟ ما الموصولة. طب لما اقول بئس من، لما اقول نعم من يتكلم الفصيح، نعم من يتكلم الايه؟ الفصيح، او بئس من يتكلم الكاذب او الكذاب. دي الفاعل هنا الاسم الموصول، يبقى ام قايله الاسم الموصول اسم مبني في محل رفع فاعل، اسم مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. طب الجمله ايه؟ هكتب لكم الجمله هنا اهو عشان تشوفوها، لان تحت طبعا اكيد ما عدتوش هتشوفهم. لما اقول مثلا بئس او نعمه، خلاها نعمه، من يتكلم الفصيح. طبعا نعمه فعل ماضي مبني على الفتح، وطبعا هو فعل مدح. من فاعل مرفوع وعلامه، لا ما بقولش على طول فاعل، بقول اسم مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل، لانها من اسماء الموصوله اسماء المبنيه. يتكلم طبعا هتبقى جمله فعليه اللي هي جمله الصله لا محل لها من الاعراب. والفصيح اللي هو مخصوص المدح، مخصوص المدح، احنا بنعرف مخصوص المدح زي ما انا قلت لكم لاعرابين، يا اما مبتدا مؤخر يا اما خبر لمبتدا محذوف. دول كل اللي انا قلته ده اللي هي الفاعل بتاع نعمه، الفاعل بتاع مين؟ نعمه، والاعراب ده هو اعراب المخصوص المدح بتاع نعمه وبئسه، تمام؟ يبقى فاعل نعمه وبئسه شبه بعض، نعمه وبئسه شبه بعض بالظبط، الفاعل بتاعهم كل اللي بيفرق المعنى، ان هنا حاجه حلوه وهنا حاجه وحشه، فنعمه حاجه حلوه وبئسه حاجه وحشه. طب تعالوا بقى نشوف حبذا، حبه وحبذا الفاعل بتاعهم بيكون انواعه ايه؟ والاعراب بتاع المخصوص الزمني. هنرجع بقى لاسلوب المدح والذم مع حبه ولا حبه، حبه ولا حبه، حبه دي مدح، لا حبه ولا حبه. تعالوا نشوف بقى الفاعل بتاع حبه ولا حبه لازم يكون اسم اشاره، لازم يكون اسم ايه؟ اشاره. يعني الفعل بيبقى كده اهو بالمنظر ده، حبذا، الفعل ده لازق في الفعل حبه، خلوا بالكم من كده، ذا هو ده الفاعل، هقوم قايله ذا اسم إشارة مبني، اسم مبني، اسم مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل، واللي دايما لازق في الفعل. يبقى الفعل والفعل مع بعض في كلمة واحدة اللي هي حبذا. يبقى لسه ناقصنا مين؟ ناقصنا مخصوص الايه؟ المدح. لما مثلا هقول حبذا الصادق، حبذا إيه، بلاش بقى كلمة الصادق قلناها المرة اللي قبل كده، حبذا الأمين، يعني انا بحب الايه؟ الانسان الامين، حبذا. طب اما اجي اعرب حبذا اقوم قايله ايه؟ هقول حبا فعل ماضي مبني على الفتح، وذا اسم اشاره مبني في محل رفع ايه؟ فاعل، اسم اشاره مبني في محل رفع فاعل. والامين اللي هو مخصوص، اللي ينفع اعربها بالطريقتين اللي احنا عربناهم في المخصوص المدح والذم بتاع نعمه وبئسه؟ لا، هنا لازم ليه طريقة واحدة ومجبر على الإعراب بتاعها، طريقة واحدة بس، وهي إيه يا أولاد؟ وهي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم.
يبقى لازم اعربه بطريقه واحده وهي مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى اعربه ايه؟ مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ما ينفعش اقول عليه خالص خبر لمبتدا محذوف، لان ما ينفعش اقول حبذا هو الامين، لا حبذا الامين، الامين هنا مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه. طب ينفع اقدم الامين دي على كلمه حبذا؟ ممنوع، لان حكمه واجب التاخير، حكمه واجب الايه؟ التاخير. انما مخصوص المدح هنا واجب التاخير، يعني لازم اخره، يعني لازم اخره، ما ينفعش اقدمه خالص. انما في نعمه كان ينفع اقدم المخصوص المدح واخليه مبتدا، كان ينفع اما اقول الصادق نعم الرجل، او اقول نعم الرجل الصادق، كان عادي ان انا اقدمه، لان كان يجوز تاخيره وتقديمه، يجوز تاخيره ايه وتقديمه. لكن هنا واجب، هنا يجب ايه؟ يجب تاخيره. تمام كده يا اولاد؟ زي ما انتم شايفين واجب التاخير، ما ينفعش خالص اقدمه. فهو اعرابه دايما مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه. يبقى ده فعل وفاعل. ولما اعرب الفعل والفاعل يا اولاد، نسيت اقولها لكم في المره الاولانيه، لما اعرب الفعل والفاعل لازم اقوم قايله والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا، والجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم، لازم اقول ان هو مقدم. تمام؟ يبقى حبذا دي فعل وفاعل، بروح قايله ايه يا اولاد؟ والجمله، عشان القلم ده مش واضح هقول كده اهو، والجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم، اللي هو خبر المبتدا ده يعني. تمام؟ يبقى ده مبتدا مؤخر واجب التاخير، وده خبر مقدم واجب التقديم. تمام كده يا اولاد؟ زيها بالظبط لا حبذا، لا حبذا الخائن، يعني ما بحبش الخائن. لا، لا اداه نفي لا محل لها من الاعراب. حبذا حبه فعل ماضي طبعا مبني على الفتح، وذا اسم مبني في محل رفع فاعل، اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. طب الخائن اللي هو مخصوص الذم، هو هنا اسمه مخصوص الذم، هنا اسمه مخصوص الايه؟ المدح، عشان ده اسلوب مدح ده اسلوب ذم. اعرب مخصوص الذم؟ لا طبعا، احنا قلنا مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى انا عندي كده لازم افرق بين نعمه وبئس. الفاعل بتاع حبه لازم يجي ذا، مالوش اي انواع تانية زي الفاعل بتاع ايه؟ نعمه، هو نوع واحد وهو اسم اشاره ودايما متصل بالفعل. تمام كده؟ يبقى مخصوص الفاعل في حبة وحبذا نوعه بيأتي اسم إشارة فقط، ومخصوص المدح ليه إعراب واحد وهو مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. يبقى ليه فاعل واحد وإعراب للمخصوص المدح واحد، ده مريحنا قوي اللي هي حبة وحبذا. طب أمال بئس ونعمة ايه اللي بيحصل فيها؟ لا، بئس ونعمة الفاعل ليه أربع أنواع وقلناهم، اللي هم معرف بأل أو مضاف إلى معرف بأل او ضمير مستتر تقديره او بيتعرف عن طريق الاسم النكره اللي بيجي بعده اللي هو التمييز، ومن موصوله او من الموصوله، ما او من الموصوله. تمام كده؟ دول انواع الفاعل. طب الاعراب بتاع مخصوص الذم والمدح بيكون ايه؟ بيكون برضو ليه نوعين من الاعراب، يا اما خبر لمبتدا الخبر لمبتدا محذوف تقديره هو، يا اما مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه. انا من رايي ان انتوا تتفقوا على انكم تعربوا كل مخصوص المدح مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه، احفظوها كده، بلاش تجيبوا سيره خبر لمبتدا محذوف دي خالص، اعربوه دايما كلكم مع بعض ان هو مبتدا، ان هو مبتدا مؤخر. طب لو جالي بقى، امال انا ليه قلت لك احفظي ان هو ممكن برضو يجي خبر لمبتدا محذوف؟ عشان لو جالك في الخيارات او في الامتحان عمل لك صح او خطا او صوب الخطا، تعرف ان هو برضو اعرابه ممكن يكون خبر لمبتدا ايه؟ محذوف تقديره ايه؟ هو او هم، او على حسب الايه التقدير بتاعه. تمام كده؟ تمام.
ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس، ومعلش على تغيير الكادرات والكلام ده لان الفيديو عمال يفصل كل شويه. ادعوا لي ان شاء الله ان انا اجيب كاميرا باذن الله ونظبط الدنيا بيها عشان نعرف اصور بيها. اللي عجبه بقى الفيديو لايك للفيديو وتعليق كويس كده في القناة، وان شاء الله باذن الله في البث المباشر هنزل لكم تدريبات واسئلة على الدرس ده، على التدريبات عليه يعني. واللي عنده اي سؤال يسألني في التعليقات، اللي في حاجة ما وصلتلوش يسألني عليها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.